السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا هي القصة من طقطق للسلام عليكم. ايه استاذ. ايه الله لا يعطيك عافية. من كل عقلك رحت على الموعد. شو بدي اعمل استاذ؟ قلة عقل. ومنين دبرت الاواعي اللي كنت لابسه؟ هذا يا سيدي نزلت على سوق البالي. ضليت ساعتي فوت بدكان واطلع بدكان، فوت بدكان واطلع بدكان، فوت بدكان واطلع بدكان. خلصني بقى. لحتى لقيت طلبي. وما عرفت مين هي؟ استاذ الانسة امل ما عم تضلك لي، اكيد بتعرفها مين. طيب انت امتى شفتها بمكتب الانسة امل؟ استاذ وقت طلعت وانت والاستاذ وسيم المؤلف العظيم. كانت لابسه باروكه ما؟ مظبوط استاذ بتعرفها؟ عرفتها مظبوط باروكتها هيك لهون ما؟ ايه استاذ ايه عرفتها. دخيلك دلني عليها، دخيلك يا استاذ. ليش؟ بدك ترجع تجوزها؟ لا استاذ بدي اخذ تاهي منها. عفوا استاذ. ماشي بسيطة. هاي وحدة كانت ساكنة بحارتنا ومرت لعندي إلى شغلي، بس هلأ سافرت. ادخل. تفضل استاذ. شو؟ قرار العقوبة استاذ. درويش. حاضر. أحي. حاضر. ليش عملتي فيها المقلب؟ أنا أستاذ؟ إيه أنتي تاريكي ممثلة قوية يا ضرسانة وعندك مواهب. شو عرفك أستاذ إنه أنا اللي عملت المقلب بدرويش؟ أنا ما قلت له. لأنه ما كان في غيرك بمكتبك. خرج الله لايمه أستاذ، لكان أنا يقول عني أحلى من القرد بشوي بزبتك أستاذ. مين أحلى له ولا القرد؟ أكيد القرد. لا ما في نسبة، أنتي أحلى، الواحد يحكي ضميره. أحلى بكتير أنتي. قديش يعني أستاذ؟ شو طلباتك اليوم؟ طلب صغير بتلبي لي بقرار صغير. وقديش هو الطلب؟ هالقد قده. وشو هالطلب اللي هالقد قده؟ لجنة المشتريات. شو بقى؟ حطني فيها. وشو بدك تشتغلي فيها؟ ما بشتغل شيء وما بفتح تمي. آه. لا تفهمني غلط. بالعكس أنا فهمانك صح. الله يخليك أستاذ، الله يخلي لك أولادك. أنا موظفة وغلبانة وجوزي مريض، عندي أولاد صغار بدي أعيش وعيشهم. بتعيشيهم بالحلال يا خانو. طيب لجنة المناقصة كمان لا. الله يخليك استاذ. كلمة تانية بطالع قرار بلغي فيه تكليفك بالإضافة. لا لا استاذ لا تلغي، رايحة رايحة. شبه الناس كلنا فقر، كلنا واعيين عسالة ومكسور عصنا. الفقر مو عيب بس الحرام عيب. شو طلعت ليلى تساوي عند المدير؟ يمكن لك راحت تطلب سلفي على المعاش. الله يعينه ويشفيه لجوزها، حرام عم تحط نص معاشة حق أدوية إله. ليلى شبه؟ في شي؟ ما في شي، انتي بالذات انت اللي بشغلك. ليش شو حكيتك؟ ما قلت لك شي، ليش عم تعيطي؟ وما بدي تحاكيني وما حدا يحاكيني. وتصطفلي. لا تقولي تصطفلي. تنباعي بالعزاء. ياه. نحن لازم نتجوز. قولك انا موافق. قولك ايه؟ عظيم 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 كثير. شلون استاذ؟ بتوقع لك مستقبل باهر بالتمثيل. شكرا استاذ. استاذ انت بدنا نقابل ابو رشاد. مين ابو رشاد؟ ذاك المخرج. ايوه المخرج طبعا رح تقابلوه، عم بستنى بس يبعث لي خبري اللي يجيبه بجيبه. والاستاذ جميل؟ شبه الاستاذ جميل بده يمثل معي. طبعا ما عم تعملوا بروفات سوا، بتمثلوا سوا، بتصوروا سوا. استاذ يا ريت تعدلوا لنا هالحوار شوي. شبه الحوار شوي يعني استاذ يكون في شويه حراره، عاطفة، صدق. ايه تكرم عيني. ايه قومي من هون، قومي. حاضر سيدي. كلهم قاتلين حالهم على الكرسي، ما بصدقوني امتى اتزحزح مشان يقعدوا عليه. لك ايه مو تجرى. منو انتي؟ انتي شو اسمي؟ انا خدامك تهويش. يا عيني عليكي، انتي هلوة وبتقشبي. انت اللي بتعجب يا أما. ما بس بتقشبي ولسانك حلو يا زارة يا همارة. اخ لسانك بيحلى المر. لا هيك انا بعدين بيصدق. لك شدي وشدي وشدي. درويشة انتي متجوزة همارة؟ انا لا لساتني عزب. يا هلا لساتك عزبة؟ ايه ما لقيت بنت الحلال يلي حبة قلبي. معقولة لهلا ما لقيتها؟ لا هلا لقيتها. مين هو؟ انت ولا انت جداري
وحده همارة متجوزه ثلاثه وعم يهوم حوالين الرابع. وانت شو عرفها؟ احكي احكي عشان ما انطحك نطحه. خلي دمك حميمك احكي. ما بعرف درويش، بس سيماهم في وجوههم. ايه هلا بدي فوت القهوه لموتي وبرجع لك، اوعى تروحي. وين بدي روح؟ رح استناكي هون. لا تولي درويشة حمارة بغلي زعراء. اخ كلمني لا تعليك. لأقوم غير أوعي بالمستودع قبل ما يطلع. صاروا يحاولوا وينادوا لي باعوا باعوا ليك ليك باعوا باعوا ليك ليك. وهي قصة من الشاف طقطق. السلام عليكم. يلا روح تيسر. حاضر أستاذ. على شو عم تدور؟ على الست. أنو ست؟ يلي تركتها هون قبل شوي. ما كان في بالمكتب ست غيري؟ كان في وحدة تانية، أنا شفتها وحكيت معها. ما كان في حدا. أنت ما كنتي موجودة، كان في. بيجوز. شو شكلها حلوة؟ لك شو حلوة؟ بتطير العقل. مين أحلى، هي ولا القرد؟ شو قصة ما؟ رجعنا لشغلة القرد المقرد، خلصينا من المشكلة بقى. أنت شو رأيك؟ لك أخي مو المهم رأيي. انت شلون حاسس؟ مالك حاسس حالك انه صرت اجع بالحكي مع الستات؟ اجع من الاول بكثير. معناتها عقدة الخجل محلي. بعتقدها. هذا اللي بدنا اياه. بس بتعرف الانسه امل ممثله خطيره، عندها امكانيات خارقه. الله يجيرني منها يا امل، منين بدي اجيب لها مخرج يتبناها؟ لك ابو رشاد. مين ابو رشاد؟ المخرج تبعهم. ايه بس الا انت قل لي، بكفي لهون مع امل ولا نعمل كم جلسه ثانيه؟ لا بكفي، حاسس حالي اني صرت طبيعي هلا. طالما صرت طبيعي ارجيني بتعك مع مرتك. ما راح استفيد شيء، مرتي مستحيل تغار علي لانها مفكره انه عده الخشل لساتها جواتي، بس تقتنع انه عده الخشل اللي عندي مفكت افرجيك بتعي. كلام سري. وشلون بدك تقنع مرتك انه عقدتك انحلت؟ هاي مو مشكلتي، هاي مشكلتك انت المؤلف. شلون بدك تقنع مرتك؟ شلون؟ ايتها احكي لي اوام. بيت اهلي القديم بتعرفه؟ مو يلي بباب سريجه؟ هو بذاته. شبو؟ اليوم بعد الظهر تاخذ مرتك وبتروح لهنيك بتلاقيني عم بنتظرك. لك هذا بيت مهرهر وصاير خرابي، شو بدنا نساوي هني؟ اخي انت خذ مرتك لهنيك وترك الباقي علي. اهلين امي. اهلين ماما، امتى اجيتي؟ قبلكم بشوي. هربانه من الشغل؟ لا هربانه ولا شيء، خلص مهمتي ورجعت بكير على البيت. ماما بكره عندي فحص بتسمعي لي؟ لا حبيبي ما بقدر لبعد الغداء، لانه طنط مها هي والاستاذ نعيم جايين لعنا. لا تسن اسنانك هالقد، بدك تتغدى انت وياه وعلى اوضتكم دغري. ليك حبيبي بدي اياك تغير ثيابك وتحط شنطتك جوا مشان تاخذ صحن لخالتك ام محمود. يلا قوام. انت بتكبر وصرنا نقعد نتغدى معهم. اهلا وسهلا يا اهلين. اهلين ما يسعدوا. انا قلت لها لمها قلت لها بيت الفيكتيك مو ناقص ورد، اصرت تجيب ورد. يا اهلا وسهلا، شكرا كثير لك. اهلين تفضل. شدي لي براغيك شوي. تفضل. اهلا وسهلا. اهلين تفضل. يا اهلا. شو بدنا بالحكي؟ اشتقنا لكم يا عمي. اشتقنا لك. العافيه، شكرا لك. كلك ذوق. يا اهلا وسهلا فيك. صدقيني مو مجاملة. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا. خليكي قاعدة ما تقومي والله. اهلا وسهلا فيكي. اهلين وسهلين يا ميت. اهلا وسهلا. كيف الحمل؟ شكرا. وين ما عم نشوفكم؟ معقول هيك بتشوقونا بدون ما تدوقونا؟ لك ما بدك تسلم على الاستاذ نعيم؟ قاعد وراك. اهلين سيد نعيم، لا تواخذني كلك مالي شايفك والله. ليش انت شايف حدا يا رجل؟ الله يسامحك يا هنا، معقول تعزمي رفيقتك الحلوه الاموره وزوجها العزيز بدون ما تخبريني؟ ما بيصير، مشان قوم بالواجب. شوفتكم تكفي يا استاذ جميل. شوفك العافيه. اهلين لك. اهلين يا غالي.
انا رح استاذن انا ومها لنجهز لكم الاكل، تسايروا انتم عن اذنكم. شبو جوزك اليوم؟ شبو؟ يعني من طلع لسانه؟ ضايقك شي؟ لا، تفاجأت بس. لا لا تحزديني، انا ما صدقت امتى انطلق لسانه مع شي ست. يعني مبسوطة؟ كتير فوق ما تتصوري، بس خايفة تكون حالي عارضة ويرجع لخجله مرة تانية. انبسطي حبيبي، الله يستر بكرة ما تبكي دم. يا ما جوزي بكاني ليالي من ورا مجاملاته وغزله. ايه جوزك بزيدها؟ هلا قال لي بجوز عادي، تعي لي. اهلين يا غالي. اهلين حبيب القلب. شو اخبار الشغل؟ هو السوق دائر شوي، بس معلومك بتضل التجارة احسن من الوظيفة وقرف الوظيفة وراتب الوظيفة. معك حق، شو بدي احكي لك عن راتب الوظيفة؟ من راتب الوظيفة شو الله جابرك تضل فيها؟ ما انت مهندس، استقيل وترك الوظيفة وافتح مكتب واشتغل بالتعهدات احسن لك. اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. ما المكتب بده راس مال كمان. اتدين راس مال، بعدين انا ممكن ساعدك بقرشين نضاف. كتر خيرك، طولوا. عندك برادات بالمحل؟ ايه عندي، ليش لازمك براد؟ بصراحة مو قلنا، بدنا واحد للوالدة. خلاص بكرة أحسن براد بيكون عندها. انت لا تعذب حالك، أنا بروح باخده براسي. ما في داعي بالمرة، أنا بالمحل عندي عتالين وعندي سيارات، ببعت لي إياه على البيت. ليش على البيت؟ على المطبخ ومعبى كمان. هو كتر خيرك بس بصراحة يعني ما لا تكمل ابدا. شو هالحكي معقول؟ معقول؟ لا تهكل الهم حقه بنوب. خلاص بعطيك اياه بالتقسيط وبدون فوائد، والشهر يلي ما بتقدر تدفع فيه القسط بتنسى بنط عنه. كتر خيرك، فضلت عليه. ولا يهمك، بكرة احسن براد بيكون عند امك. الحمد لله. شو هالتنوع الظريف بالاصناف؟ بعدين شو هالملفوف النفيس؟ انا بحياتي كلها ما اكلت هيك ملفوف. تسلم الايدين اللي لفته. صحتين وهنا. صحة وهنا ان شاء الله، ويسلم التم اللي اكلته. خجلتني. ان شاء الله عامل. صحتين وهنا يا اهلين. صحتين يا اهلا وسهلا. صحيح يا اخي نعيم، بدي اسالك، انتوا عادة امتى بتناموا؟ ليش؟ لا بدنا نجي انا وهنا نسهر عنكم. بقولوا لنا اذا بتناموا الساعة 11 مشان نجي لعندكم الساعة 7، واذا بتناموا 12 مشان نجي الساعة 6، هيك بنكسبكم اكثر. انا برايي تجوا من الثلاثة وتضلوا للثلاثة، لانه شوفتكم مو بس ما بينشبع منا، كل ما طولت كل ما بتشوق اكثر. لك انتوا فهموني، عم تحكوا مع بعض ولا عم تحكوا معنا؟ نحن؟ ليش مين نحن ومين انتوا؟ ما نحن انتوا وانتوا نحن ونحن انتوا. لك شو بكون؟ صاير كلامكم على مبدأ عم حاكيكي يا جارة، اسمعي يا كنة. حرام عليكي، معقول انا حكي لك مها؟ سويتي لي اياها حماية، طلعي لي على هالوش الحلو الصبوح مثل قلب النهار. معه حق السيد نعيم، معه حق. شو هي حماية وجارة وكنة؟ الله يسامحك، معقول انت تكوني حماية؟ يخز العين على هالوش مثل قلب بعد الظهر. تفضل شايك استاذ نعيم، هلا بيبرد. شاي؟ أنا ما بشرب شاي، خصوصي بعد أكلة الملفوف يلي ملفوف بإيدين بتنلف بحرير. معه حق، خاصة إذا كان الملفوف ملفوف بأصابيع ملفوفين مثل الملفوف. إيه خلي لي إياك يا جميل، تقبر قلبي إن شاء الله. معقول ما فهمت علي؟ أنا بقصد أصابيع ما وهي بتفهم أصابيعها وبتشوبر فيه، ليكون أنا ما عم بعرف مثل. يلا على إذنكم، نحن تأخرنا صار لازم نمشي. بكير إذا ما عندك شغل قاعدين أستاذ نعيم. الحقيقة عندي شغل، بدك ما تواخذني، عندي تسليم برادين لمكتب السيد الوزير بالتقسيط المريح، لا تهكل هم. ها بالتقسيط. هنا جيبي جوزك وسهروا عنا شي سهرة. ايه طبعا ان شاء الله بإذن الله. أنا من جهتي بشي زحف والله. أهلا وسهلا. شرفتونا. أهلا وسهلا، مع السلامة. مع السلامة. شلون هنو؟ شو هنو؟ يعني شو رأيك بهالحكي اللي حكيته؟ أنا صار لي زمان مخبيه، صار الوقت إنه يطلع. إن شاء الله عجبوك حكياتي. كتير مناح، وشوي شوي بتصير أحسن. يعني ما تضايقتي منوب؟ بالعكس، قد ما تكون فرحانة قول أكتر. من اليوم ورايح رح تفرحي أكتر. أول الرقص حنجلي.